سيدات والسادة ممثلي مكونات المجتمع المدني، رئيس الحكومة في الجمهورية التونسية السيد يوسف الشاهد. يشرفني أن أتوجه إليكم في افتتاح المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بصفة رئيسها الحالي، ونحن على وشك نقل الرئاسة إلى الجمهورية التونسية الشقيقة. شبكتنا العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد منذ تأسيسها في العام 2008 تسعى لأن تكون مساحة مفتوحة لأصحاب الاختصاص والتجربة حتى يتعاونوا في محاربة آفة العصر، هذا الفساد الذي يسلب الأمم مقدراتها ويشرع أبوابها على مختلف أنواع المخاطر التي لا يكفي الوقت لتعدادها كلها، وأبرزها وحش الإرهاب الكاسر الذي يجرد منطقتنا من مكتسباتها التنموية ويهدد حاضرها وحضاراتها ومستقبل أجيالها القادمة. وقد قلتها سابقا وأكررها، الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة. بدلتكم آخر مستجدات جهودنا في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ونتطلع إلى الشبكة العربية لمؤازرتنا خلال السنوات المقبلة. إن تنامي عدد البلدان العربية المنخرطة في وضع وتنفيذ ورصد استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد من 4 أو 5 بلدان إلى تقريب 18 دولة في 2016 يعد بلا شك شاهداً على وعي الجميع بأهمية نشر ثقافة التصدي لآفة الفساد. إن الحرب على الفساد والحرب على الإرهاب كما تفضلتم بذكره هما وجهان لآفة واحدة تستهدف المواطن الذي يمثل المحور الرئيسي لكل عمل تنموي مستدام. والحرب على الفساد من خلال الآليات المتاحة بما فيها المساءلة تعتبر الأشد تعقيداً، وأصبحت الحرب على الفساد في بعض الحالات أصعب من الحرب على الإرهاب، لأنه في حالة الحرب على الفساد على الإرهاب فالعدو في العديد من الحالات فالعدو أمامنا نراه ونتعقبه، أما في الحرب على الفساد فالعدو مستتر داخل مجتمعاتنا، هدفه ليس الاعتداء على المصلحة العامة فحسب، بل أيضا هو هدم وكسر الثقة بين الدولة ومؤسساته. الشراكة بين الشبكة وتونس.